ミニスジョهلو، حلقة جديدة لميني ستوديو اليوم. ومثل العادة رح نجاوب على بعض الأسئلة يلي أنتو سألتوها. أنتو عم تتسألوا عن الأشياء يلي بتستعملوها كل يوم بالمدرسة وبالبيت، مين اخترعها؟ وحدا منكم سألنا مين اخترع البيك. البيك هو اخترعه بارون بيخ، يلي هو مشان هيك سموه بيك. بس أكيد هيدا الشيء صار من سنة 1947، يعني مش من كتير زمان. أما الحبر اخترعوه من كتير كتير زمان. الحبر كانوا يكتبوا بواسطة الريشة من زمان كتير، وكان هالشيء عوقت المصريين لقدام. وكيف اخترعوا الحبر؟ بواسطة الشحتار وبواسطة مية الشجر، يخلطوهن سوا ويعملوا خليط يقدروا يكتبوا فيه. فإذا صرتوا تعرفوا شوي عن البيك أو عن الحبر. وأكيد أول فتر نعمل هو باليابان، وكان عمل كرمال يحسنوا طريقة الكتيبة تطلع الكتيبة أحلى بواسطة الفتر. اليوم نحن عنا سيلو أبي، عنا فتر، وعنا سيلو عادي. كل هالأشياء موجودة قدامنا، بس ما بنعرف أنه أخذت سنين سنين تطورت وصارت بالشكل يلي بنستعمله اليوم. طيب انا عندي كتاب اسمه ليماجري دي انفونسيون، لكل هالاصحاب الصغار اللي عم بيبعتوا لنا اسئلتهم بيلاقوا الاجوبه دائما بالكتب، وتعلموا انه دائما بالكتاب فينا نعرف ونفهم اشياء كثيره، مشان هيك الكتاب مهم. بهالكتاب بكل صفحه بفسروا لنا كيف اخترعوا الاشياء. مثلا لاغو اي انفونتي، مين اخترع الدولاب؟ وبعدين بيرجعوا بنشوف مع التطور منوصل للتي جي في، يلي هو الترين السريع كتير يلي اليوم بنعرفه. فإذا بلشوا من الدولاب ووصلوا للسيارة وللترين وللبايسيكل. كمان مين اخترع البواخر، الطيارات وغيرهم من الآلات، الكاميرا أو لفوتو لفوتوغرافي، غيرهم من الاختراعات يلي أكيد بتستعملوهم أنتو اليوم بطريقة هينة بدون ما تفكروا قديش أخدوا وقت تا يصيروا بالشكل يلي موجودين فيه هلأ اليوم بين إيدينا. طيب حلقتنا هلأ لازم نبلش. أصحاب كتار بحبوا كتير يعملوا أشكال بالباتا مودلي. تعالوا نشوف إذا بتعرفوا تعملوا هالشي بطريقة هينة بميني ستوديو. وإذا عملتوا شي حلو بعتوا لنا صورة عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، نحن نكون كتير مبسوطين. هاي، بهالحلقة رح نتعلم كيف نعمل صفد البحر. ناخد اللون البني والأبيض ومنجمعهم مع بعضهم. تيعطونا لون حلو. بهالطريقة. نرجع نبلش نقسم تقريبا 8 قطع. و8 قطع تاني ميلة. نعطيهم هيدا الشكل مثل الايد تقريبا. وصار عنا شكل صفد. وبيكون فيها هيدا حبة لؤلؤ. تنعملها ناخد شقفة من اللون الأبيض ونتفة من الأصفر تتعطي لمعة، ونجمعهم مع بعضهم بشكل دويرة تيصير عنا حبة لؤلؤ. وهيك بتكون خلصت ومنحطها بالأكواريوم.
وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. الرابحين لحد هلا ب 1 مينيت قد بقى الاف بالميات، يعني 300 400 ويمكن اكثر. وبانك ليبانو فرانسيز مكفى يقدم اليوث باكج لكل يلي عم بيجوا لهون على ميني ستوديو، عم بيلعبوا ب 1 مينيت قد بقى الاف ويربحوا. فاذا نحن ناطرينكم كلكم، بتفوتوا على التاب، هاد التاب موجوده هلا قدامي، بتعبوا المعلومات يلي مطلوبه منكم، مثلا مثل اسمكم، الرقم التليفون، الايميل تبعكم وتبع اهلكم وغيرها كمان من المعلومات اللي عم تشوفوهم هلا. بس نشوف نحن الطلب، نرجع عم نتواصل معكم ومندعيكم تتجوا لعنا لهون مثل ما عملنا مع الأمس كلوب ممبرز. إذا حابين تعرفوا مين هن الأمس كلوب ممبرز، تعرف عليهم كلنا سوا. جيفري حنا بيحب كتير الفوتبول وما بيحب الباسكتبول. أنتوان سقر بيحب كتير فيديو جيمز وما بيحب أبداً البرازيل. فإذا مع جيفري وأنتوان رح نبلش اليوم 1 minute at BLF. جيفري جاهز؟ start game. 5000. بعد مرة. 110000. 60. 51. نحن بدنا 60، يعني يا بتحط بعد 9000 يا بتشيلها وبتحط 10. وحدة تانية. 8. 70. 8 صح. 50000. 200 و5000. 121. بعد معك ثانيتين. ثانية وخلص الوقت. جيفري بدقيقة قدرت تجمع 1810 نقط. بقى نشوف أنتوان قدي معقول يكون السكور تبعه. إذا كان أعلى من هذا السكور بيربح هو اليوث باكج، أما إذا كان أوطى من هذا السكور جيفري بيربح اليوث باكج. play again. 5000. 20. 11000. 20. 45000. بعد 10 و5. 80. 30. 40. 50. 60. 70. بعد 80. 35000. 51000. 130. وخلص وقتك أنتوان. السكور تبع أنتوان هو 2815 نقطة، ومع هذا السكور بيكون أنتوان اللي ربح معنا لليوم. بدنا نقول له كلنا سوا مبروك، ومع أنتوان وجيفري بتخلص 1 منت قد بقى الألف لليوم. بس ميني ستوديو أكيد بعد ما خلص رايحين بريك صغير وراجعين. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. بحر بالتحديد.
بسافر عبلاد بعيدة وتخبر كل الغزار مغامرات عادية. هوني هوني يوني سينا power fan. هوني هوني take us to the new of the land. هوني هوني on the boat over the sea. هوني هوني we'll be sailing hand in hand. اليوم عيد مريم صعب، كلنا سوا بدنا نقولها هابي بيرثداي بيصير عمرها 3 سنين. مبروك كيدز تينز جايد، هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. اليوم عم نحكي عن الاختراعات الكتيرة لأن أنتوا سألتونا مين اخترع هالشي، واليوم في حدا سألني مين اخترع الكمبيوتر وشو كان أول كمبيوتر نعمله وين. هذا الكمبيوتر عم تشوفوا صورته هلأ عنا، أنا جبتها عبر الإنترنت واسمه كولوسيوس كمبيوتر، نعمل بإنجلترا وكان كتير كتير كبير. تصوروا أنه كان طوله قد 4 باص إذا كانوا واحد ورا التاني. فإذن الكمبيوتر هيك بلش وبلشوا يستعملوا سنة 1943. أما بعدين أكيد تطور هالكمبيوتر وصلته مثل ما بتعرفوا اليوم لابتوب صغير وخفيف وفي منهم أكبر شوي، بس بطل بهالحجم الكبير قد 4 باص واحد ورا التاني. تصوروا قدي كان كبير وطويل. فإذا تطور الكمبيوتر كتير كتير وبسرعة، تاليوم صرنا نعرف هالأنواع الكتير من الكمبيوتر اللي كلكم تعرفوها وعندكم منها. وهلأ قبل ما ننهي حلقتنا، في حدا منكم بده يربح؟ مين بعتنا رسالة ومين رح يربح معنا اليوم هدية؟ بصندوق بريد ميني ستوديو في رسائل كتيرة عم تبعتولنا إياها، نشكركن عليها.
هيدي الرسالة بتقول أنا اسمي سارة محمد وعايشة بقطر، عمري 10 سنين، بجي دايما بالصيفية على لبنان وبحب اتعرف عليكم واجي شوفكم. أهلا وسهلا بسارة. سارة رح تربح هدية رح نخليها عنا لما تجي بالصيفية، تصلي فينا على رقم 03-85-86-87 تتستلم هديتك وتتعرفي كيف فيك تتعرف علينا وين فيك تشوفينا. Thank you على رسالتك. نشكر كل أصحابنا اللي بيحضرونا بقطر وبالمناطق كتيرة بالعالم، بعتلهم بوسة كبيرة. وهلأ رح نقلهم باي لأنه حلقتنا خلصت. باي. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. Mini Studio.